السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد. وفي الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن إيه هو المحذوف في منهج العلوم أو الساينس للصف الرابع الابتدائي. طبعا في أخبار بقالها أسبوع بتنتشر من بعد ما الدكتور رضا تولى منصب وزارة التربية والتعليم إن هو هيتم تخفيف المنهج سنة خمسة. أوريدي هيتم تخفيف المنهج، يعني مثلا الإنجليش حذف أول درس اللي هو الرينبو أو تكوين قوس قزح، الناس كلها شرحته والناس كلها ذاكرته، اتحذف. طيب الحاجة التانية، المنهج الصف الرابع اتحذف منه دروس كتير جدا جدا جدا. اكتب عندك معلومات أساسية نقلا عن الوزير ذات نفسه. أول حاجة عندي المحذوف من منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2023، المحور الأول الأنظمة. أول محور محذوف التكيف والبقاء اللي كلنا شرحناه. 2 نشاط رقم 8 تحديد طرق التكيف، اكتب عندك عشان تحذفها. نشاط 10 أجهزة الجسم. المفهوم الثاني كيف تعمل الحواس. نشاط رقم 3 استخدام الحواس. نشاط رقم 9 الأعصاب. نشاط 7 اللي هو انتقال البصرات العصبية، ده طبعا كان درس رخم وتقيل جدا جدا. نشاط 7 معالجة المعلومات، برضو إرسال الحبال الشوكية للنخاع الشوكي للمخ إشارات، برضو كان تقيل شوية عليهم. نشاط 13 جهازك العصبي. نشاط 15 كيف تصبح عالم أعصاب، الأعصاب كلها صعبة فشلوها. المفهوم الثالث الضوء وحاسة البصر. نشاط رقم 5 ملاحظات عن الضوء. نشاط رقم 6 الضوء من صور الطاقة. نشاط رقم 10 تحول الطاقة في المركبات اللي هو تحول الطاقة من الكهربية الميكانيكية الحركية. نشاط مش الدرس، في فرق بين النشاط وفي من الدرس. نشاط رقم 12 طاقة الحركة والوضع في الألعاب الشتوية. المحور الثاني المادة، ده كل المحذوف من الأول كل الأنشطة اللي قلت لك دي. المحور الثاني اللي هي المادة والطاقة والحركة. المفهوم الأول الحركة والتوقف، تمام. ايه المحذوف فيه بقى؟ نشاط رقم 7 لعبة شد الحبل. نشاط رقم 9 اطلاق القمر الصناعي. المفهوم الثالث ثاني الطاقة والحركة. النشاط رقم 3 هو المحذوف مش الدرس، النشاط الثالث الطاقة من حولك. نشاط رقم 9 صور الطاقة. نشاط رقم 10 تحولات الطاقة في المركبات. نشاط 13 طاقة الحركة والوضع في الألعاب الشتوية. المفهوم الثالث الطاقة والتصادم، ده اللي محذوف فيه. نشاط 13 شرطة التحقيق في التصادم. يبقى المنهج زي ما هو بس الأنشطة اللي جوه، أنا قلت لك قبل كده إن المنهج مش تقيل مش طويل، الأنشطة هي اللي كتيرة، فولي الأمر مش عارف. أنا كنت واحد بأضرب مثال للأنشطة دي من حاجة من الواقع، فبالتالي الطفل ما بيحسش إن هي صعبة. فدلوقتي خلاص ده كله اتحذف. بس ليه رجاء يعني حضرتك، أنت كده كده عارفين إن المنهج طويل وعايز تحذف، ليه ما حذفتش قبل ولي الأمر ما يجيب الكتاب؟ دلوقتي شركة الكتب هتعمل بقى فزلكه، دلوقتي هتعمل ملحق اكيد او هتعمل كتاب تاني جديد، فولي الامر يقول لك اجيب الطبعه القديمه ولا الطبعه الجديده؟ طب ما كان من الاول يا جماعه. مشكورين طبعا على الحذف ده، تمام. بالنسبه لكتب الصف الخامس، محدش يشتري اي كتب دلوقتي خالص، المنهج بيتعدل وبيتخفف، تمام. يبقى الانشطه ديت هي المحذوفه، لكن الدروس زي ما هي. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.